بغية الباحث عن جمل الفرائض نظم الإمام محمد بن حسن بن محمد بن علي المشهور بالرحبي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعما حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثون من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدل إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما، فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثان. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد،
ولا من الإخوة جمع ذو عددا كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم فقس هذين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقد الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشرط النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن
جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولى الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب، فجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، وقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي آلان بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهامي فقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى يعولان بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشرا، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. والنصف والباقي أو النصفان أصدهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها وقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح،
فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق وضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المرا، وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثلا من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه بالثاني ولا تداهني. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحس من ضم وما تحصلا وقسم. فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فقنع بما بين فهو كافي. باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفسير فيما قدما. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخة. باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل. باب ميراث الغرقاء والهدماء والحرقاء. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرقة ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. خاتمة. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأفاضل الأخيار السادة الأماجد الأبرار. نظم تتمة الرحبية للشيخ عبد الله النجدي. باب الرد. إن أبقت الفروض بعد التركة وليس تم عاصب قد ملكه فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين، وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى، وجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين، واستعملن الضرب والتصحيح إن
تحتاجه كما عهدت من سنن. باب ميراث ذوي الأرحام. إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب. نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به. كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنت لعم. لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. فقبل هديت مني هذا النظم، واحفظ وقل يا رب.